عنف القائم على النوع الاجتماعي وقانون 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية. هكذا كان عنوان ورشة العمل التي نفذتها جمعية ليبيا وابن غريب خلال شهر أكتوبر لسنة 2018 لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني بقاعة المجلس البلدي غات. عمل المفيد والرائع الذي استفدنا منه كل ما هو متعلق بالعنف وأنواعه والتفرقة في النوع الاجتماعي وما إلى ذلك، بحيث أن ما اكتسبناه من معلومات وما تعلمناه وما عرفناه سيفيدنا في الأيام القادمة وفي التحديات الجديدة نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا. وتم دعم هذا المشروع من معهد صحافة الحرب والسلام ومؤسسة بيندا للاستشارات الدولية والممول من السفارة البريطانية، وهذه الجلسة الأولى بمحلة البركت بمشاركة عدد من المختصين في العلوم الإنسانية وممثلي القطاعات الخدمية داخل البلدية. وتم في الجلسة مناقشة العنف بأنواعه وتقديم توصيات قد تساهم في علاج ظاهرة العنف. قرر فريق عمل ليبيا وابن غريب في تنفيذ المشروع من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية داخل نطاق بلدية غات في شهر يناير سنة 2019، وذلك بمحلات العوينات تهالى الفيوت وإيسيين، واستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث أكد المشاركون على أهمية عناصر الجلسات الحوارية. أول مشاركة لي في حقيقة في ورش عمل زهادي اللي نتمنى أنها تستمر، لأنها حسينا صراحة بفائدة، اطلعنا على جوانب ممكن ما كناش أو نقول غايبة علينا أو مش منتبهين لها، خصوصا ما يتعلق بمواضيع العنف اللي أشكاله ومسبباته وطرق علاجه، وايضا في على جانب اللي هو يخص القانون وما يخص الجنسيه، وطلعنا على بعض القوانين وبدينا اراء في بعض القوانين اللي نظن انها هي مشحفه في حق طبقه او طائفه من المجتمع الليبي، خصوصا بما يخص الامهات المتزوجات من غير ليبيين والابناء اللي ولدوا طبعا في ليبيا وأبائهم من دول أخرى. فنتمنى حقيقة تستمر هذه الورش. المرأة عامة وبالأخص لكل حاجة تمس المرأة في مجتمعنا، بدأت المجتمعات البسيطة زي مجتمعاتنا، خذيت أفكار رائعة وحاجات راح نزيدها من ضمن محاضراتي اللي نحطي فيها بفترة وفترة للمرأة في أي نطاق، واستفدنا بالنسبة للعنف الاجتماعي شن اللي أسبابه وطرق الحل متاعه وشن الهدف اللي من بالنسبة للورش. أنا بصراحة من الناس اللي مهتمين بهالورش اللي المجموعة الزيادي، لكن نتمنى من الورش اللي تقام في بلدية غات يصير فيها الاستمرارية. من خلال ورش عمل التي انطلقنا فيها من غات ثم البركت ثم العوينات ثم الفيوت ثم تهالى يسين أخر يوم وصلنا لتهالى. طبعا الحاجة الجديدة في الموضوع هو أن احنا من أهداف المشروع أن احنا نخرج بتوصيات يتم تقديمها للجهات المختصة في سن المشاريع، إلا أن في سن القوانين عفوا، إلا أن اتضحنا أن التوصيات تختلف من منطقة لمنطقة. توسيع المعرفة النظرية وأيضا إيجاد توسيع دائرة النقاشات وإيجاد الحلول لظاهرة العنف اللي في العادة ما يتكلمش عليها المجتمع. تعديلات وتوصيات هي مخرجات هذا المشروع، فهل ستكون هناك ردة فعل من الجهات المختصة بعد أن تصل إليها التوصيات التي كانت نتاج بلدية غات؟ ونطلع إلى مزيد من الدعم ليصل المشروع لكافة ربوع ليبيا